جوال فايق، جوال فايق ماذا يسرتان تسمعني؟ اسمعك واضح سيدي، اسمعك بوضوح. جوال فايق اكو سياره معاديه نوع بينجو بيضه قريبه على البيت، قريبه على البيت، على البيت باتجاه محور تقدمكم. واضح سيدي واضح، احنا حاليا خلينا تحت المراقبه ان شاء الله راح نسال عليهم على اساس حاليا متابعين الموضوع سيد واضح. يخلو بحضر انتباه، كافه الجوالات، كافه الجوالات، حيطه وحذر وانتباه شديد، حيطه وحذر وانتباه شديد. سلمت توجيهات السيد مدير السقاط العسكريه من مرافقه القوات المتقدمه باتجاه محور غرب الانبار تحرير المناطق، تقديم الجهد الاستخباري والدعم الاسناد الاستخباري من خلال طائرات الاستطلاع. أهمية تواجد الطائرات المسيرة مع يعني قائد المحور خلال عمليات التقدم لتوفير يعني الرصد والإسناد الاستخباري المرئي ربما القريب لقائد المحور حتى يتم من خلاله أنه توجيه قطعاته لمعالجة أي طارئ محتمل. بالضبط صحيح، وكذلك دعمه بالمعلومات كافة، كافة معلومات من خلال مصادرنا والاتصالات المستمرة معهم. قم إنه الظروف الجوية السيئة قدمنا جماعة الاستطلاع الجوي الدعم اللامحدود اللي احنا شفناه، يعني تعرف تتخبأ العدو من رؤية مدى الرؤية كلش كان قليل، لكن استطعنا من خلال هذه الطائرات المسيرة من كشف العدو فيها مناطق يعني ضمن شلون نقول لك التموجات الأرض، ضمن يعني الخاتين متخبئين ضمن المزروعات اللي الأشجار النخيل، كلها قدرنا نكتشفها ومعالجتها من خلال أسلحتنا المختلفة وقتلنا العديد من عندهم. هذا الإسناد اللي يقدموه جماعة مديرية الاستخبارات، الإسناد الجوي خلينا نقول الإسناد القريب عن تحركات العدو، يعني خدمتنا يعني أنا كقائد محور خدمتني خدمة كلش عظيمة. كل المعلومات التي يتم جمعها والمسؤولة عنها الاستخبارات يتم تحليلها وتمحيصها وتدقيقها، وأيضا حاليا هناك طائرات مسيرة ترافق القطاعات المتقدمة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية والتي قدمت تسهيلات لقيادة فرق المشاة السابعة وإرسال مجموعة لديها طائرات مسيرة تراقب حركة القطاعات بالإضافة إلى مراقبة أهداف وأوكار دواعش ويتم معالجة هذه الأوكار. لا يخفى على الجميع هناك دور كبير لطيران الجيش وطيران قوة جوية وطيران التحالف الذي كان دقيق جدا في ضرب أهداف وأوكار ومضافات داعش الموجودة أمام قطعاتنا. دور كبير ومميز قدمته مديرة الاستخبارات العسكرية لجميع محاور التقدم من خلال تقديم الاستطلاع الجوي القريب والمعلومات الاستخبارية الدقيقة من محور قيادة عمليات الجزيرة، المراسل الحربي لوزارة الدفاع فائق العطواني.